فإذا رح ارجع بلش هلا كأنه رسميا، مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. مرحبا لميا، نحن اليوم كثير مبسوطين انه انت معنا ورح بتكوني عم بتقدمي هالساعة من الوقت لكل المشتركين يلي عم يحضرونا. تفضلي عرفينا عن نفسك. مرحبا، برحب بالجميع الموجودين معنا. معكم لميا جابر انسو، انا اختصاصيه بالعلاج النفسي الحركي، عندي خبره تقريبا 18 سنه بهذا الاختصاص وايضا مدربه. تخصصت كمان مؤخرا بمنهج وتربيه المونتيسوري، وانا مديره دار حضانه اجلو نيرسوري بلبنان. رح نكون سوا اليوم تحت تالي نحكي عن ما هو اللعب عند الاطفال، تنقدر نشوف كيف يتطور خلال مراحل النمو، تنشوف شو أهمية اللعب، تنقدر كمان بالنهاية ننظم كيف بفترة الحجر الصحي أو حتى ما بعد الحجر الصحي كيف فينا نحن ننظم أوقات اللعب بحياة أو نمط أولادنا. ما علي، رح نشوف. تمام، لنتعرف عليكم أكثر، وبالرغم من أنه اليوم الجلسة مختلفة عن الجلسات يلي عقدناها الأسبوع الماضي، رح نجرب أنه تكون تفاعلية ورح كون عم بعطيكم أسئلة. الأسئلة لازم تكون عم بتبين عندكم. بينت الأسئلة، يا ريت تجاوبوا على الثلاث أسئلة يلي موجودة عندكم. أين أنت الآن؟ في عندكم خيارات بين لبنان، الأردن، السعودية، إمارات، قطر، بحرين، سلطنة عمان، بلد عربي آخر أو بلد أجنبي. يا ريت تخبرونا إذا عندكم أولاد عمرهم بين سنتين وعشر سنوات، لأنه هيدي الجلسة كمان رح بتكون عم بتفيدكم كأهل مش بس كمدرسين. ويا ريت كمان تخبرونا إذا لعبتوا أنتوا ككبار مع مع اولادكم او انتم مع زملائكم بخلال هيدي الفتره. فخليني اشوف واعطيكم بعد تقريبا 15 ثانيه للكل يكون تقريبا جاوب معنا من المشاركين. في علي، في حدا بهيدا الوقت عم بيقول لي انه انا ماني مبينه، يعني ما عم بيقدروا يشوفوا شاشتي. تمام، الباقيين كمان اوكي. الأسئلة يلي موجودة هون، ولح أعطيكم النتائج يلي لح بتشوفوها. فإذا رولا عم بتقول إنه هن شايفيننا اثنيناتنا، حسب يمكن الواحد إذا فاتح آيباد أو لا. فإذا رح طلع النتائج ونشوف مين مشترك معنا اليوم. عندنا تقريبا 3% من المشاركين من لبنان، عندنا 7% من الأردن، الأغلبية من الإمارات ب 31%، 22% من قطر، في عندنا 9% من سلطنة عمان، 7% من البحرين. معنا اليوم من بلدان أجنبية لأنه مستقبل يمكن عم نحكي بالعربي، عم نتوجه بالعربي. لميا، في 64% من المشتركين يلي موجودين معنا عندهم أولاد من عمر 2 ل 10 سنين، وفي عندنا كمان 80% تقريبا لعبوا بخلال هيدي الفترة. هيدي منيحة، 80% لعب منيحة. اوكي. هلا هو اللي بدي اقوله انه نحن الحديث صحيح انه عم نوجهه يمكن للاهل، بس بنفس الوقت نحن فينا نكون كمان عم نوجهه للاساتذه، للمعلمين، او أشخاص بيشتغلوا ممكن بحضانات، لحيلا حدا بيتعامل مع الأولاد بيقدر يستفيد منها من المعلومات تحت يكون عم بيعمل إرشاد عائلي كمان مع العيال. تمام. سو رح ننتقل للسؤال الثاني، بس خليني أذكر الكل، أمينة نحن ما بنشوفكم وما بنسمعكم، أنتم الوحيدين يلي بتشوفونا وبتسمعونا، وأنا عم بنقل كل إجاباتكم للميا لحتى تتفاعل معكم، وعم بنقل كل أسئلتكم كمان للميا لحتى تتفاعل معكم. فإذا السؤال الأول، ما هو اللعب عند الأطفال؟ وأنا رح بلش أعطيك الإجابات لميا. في حدا عم بيقول اللعب من خلال المواد، نادين. اللعب عند الأطفال، روان بتقول إنه هو قضاء وقت ممتع وشي بيحبه الطفل. منال عم بتخبرنا إنه هي فرصة ليعبروا عن نفسهم. صح.
التعلم من خلال اللعب هو كتير أساسي لأنه الأولاد ما بيزهقوا، هي متعة واكتشاف، هو تفريغ للطاقة، هو وقت بيساعد على بناء الشخصية. مش عم لحق عليهم الاستفادة، هو بيسكر، هو بيخلينا نكون عم نبدع، عم نعمل علاقات اجتماعية، وعم نمارس كمان طاقة إيجابية لبناء الصحة النفسية. تفضلي لميا، يا ريت تخبرينا من فأنا خبرتك. يعني بلاقي إنه الأجوبة اختصرت فعلا وإجت بكل الأجوبة اللي هي فعلا وقتها نحن بدنا نبلش. دائما أنا بحب أقول لهم لكل الأشخاص إنه اللعب هو كأنه وظيفة الولد. نحن ككبار وظيفتنا المهنة اللي اخترناها، الولد هيدي وظيفته، هيدي مهنته. من هون تنقدر نقول قديشها مهمة وقديشها أساسية. الهدف الأساسي أكيد مثل ما كانوا عم بيقولوا هو اللعب، التسلية، إنه يكون مبسوط، بس كمان بمحل معين هو اساس. وهون انا حطيتها لتكوين الانا تاع الولد. وقت بيخلق الولد بيكون فاكر حاله بعده جزء من اهله، خاصه جزء من امه. شوي شوي ببلش يكتشف انه لا، جسمه هو بمكان امه، بمكان هو انا، هو انسان موجود. من خلال اللعب هو بيقدر يبني شخصيته. من هذا المنطلق ضروري جدا نقلق اذا شفنا ولد ما عم يلعب باول مراحل منه. فشو هو اذا ما نكمل بعد ولغة ووسيلة للتعبير. أول ما بيكون بعده عم بينما، بعده ما بيحكي، بده يعبر عن موضوع معين، بده يعبرها من خلال اللعب. بنفس الوقت نحن ككبار دايما اللعب بالنسبة لنا، وهون حطيت خط تحت مؤشرات، هو بدلنا بمحل معين. كل شيء تمام عند الولد ولا لا؟ إذا في حيلا مشاكل معينة ممكن هون نبلش نشوف مثلا عدائية، ممكن الولد تعذر عنده انتماء زيادة على نفسه، في مواضيع تمرق بانفعالاته بحياته ما حيعرف يعبر عنها. نحن ككبار علينا نراقب لاعب الولد تنقدر نقول شو عم بيصير. بس هون بدنا ننتبه لنقطة، مش إذا مرة واحدة أو مرتين بس ثاقبت إنه أخذ اللعبة بعيد وكسرها بدنا نقول إنه هو عنده عدائية، إنه هو عنده مشكلة وبدنا نروح نشوف اختصاصي. لا، نحن دائما بس نقول نراقب، بدها تكون تقريبا شهر من الوقت. من لميا، وقت بعض الاشخاص عم بيقولوا انه الصوت شوي عم بيقطع، بدكم تجربوا تتحملونا اليوم لانه لميا موجوده بلبنان فالانترنت مش كتير منيح بلبنان. السلايدز رح بتكون عم بتفرجيكم الحكي يلي هو يلي هو مبين، وعلى امل يرجع الصوت يكون عم يتحسن. هلا مثل ما بيقول علي، يعني نحن عندنا شوي بين مشكله الانترنت، بين انه بما انه مكتوبين هلا ماكسيموم اذا في شيء انت حسيت انه ما كان واضح في ترجع تسالني او ترجع تعيده. يعني هذا تمام. هون نحن عم نشوف انه الولد من وقت ما بيخلق لعمر السنتين نحن عم نحكي عن مرحله حسيه حركيه. شو يعني حسيه حركيه؟ يعني هو بحاجه يلمس، مشان هيك بده يحط كل شيء بتلمه، بده يستكشف من خلال اللمس. وهيدي مرحلة ضرورية جدا ولازم الولد يقطع فيها. تنوصل مبدئيا بس عمره 4 أشهر الولد ببلش مرحلة اللعب، بين يعني 4 و6 أشهر عباله يلعب بقوسي، عباله يمسك، عباله يتواصل. فهيدي فرصة ما بدنا نروحها ابدا، بدنا نعرف انه الولد مش انه بس بياكل وبينام، لا، بدنا نتفاعل معه تنبلش نفوته على عالم اللعب. بين 9 و12 شهر بيكون بهيدي المرحله الولد كثير بيهتم بالانشطه، مشان هيك بدنا نكون نحن وعم نهتم بالبيبيات نكون كثير كمان نحن عم نلعب معهم. بين العمر السنتين والست سنين فتنا بمرحله اللعب الرمزي اللي هي بدي اعمل مثل. هون الاولاد كثير بنلاقيهم بيقلدوا الدور الحكيم، بيقلدوا المعلمه، بيجي على بالهم يعمل مثل ماما والبابا. هودي المواضيع كثير مهمين ليكونوا فيما بعد على ابتداء عن عمر 6 سنين الادراك. فشفنا من هلا من البدايه لهلا انه نحن في عنا شغلتين اساسيه بدنا نوصل لها، الانا نفسيا تاعت الولد ومرحله الادراك. مشان هيك من 6 سنين وطلوع الولد قادر يفوت بلعب مجموعات اكثر، يلتزم بالقوانين، يتقبل الامور. قبل العمر 6 سنين بيكون بعد شوي صعب عليه انه يقدر يفهم كل هدول الاشياء. فاذا نوصل باختصار هون على إيه؟ لميا، سو باختصار السلايد يلي قبل هي عم تخبرنا انه في مراحل ننتقل فيها من الحسي وصولا الى امور معقده اكثر ومختلفه اكثر لحد ما يوصل لعمر 6 سنين وين بيقدر يبلش يعمل العاب جماعيه ويتفاعل مع رفقاته.
السؤال الثاني يلي رح نسألكم إياه وبدي إياكم كمان تكونوا عم بتجاوبوا بالدردشة، ما هي أهمية اللعب؟ سو بسمع عم بتخبرنا أنه هو بيساعد على التفكير الناقد، أمين عم بيقول بيطور الثقة بالذات، نهى عم بتخبر أنه بيعبر عن مشاعره، مها عم بتقول بينشط الجسم، روان عم بتخبرنا أنه بينمي مهارات الطالب وبناء الشخصية. قبل ما نتابع لميا في عندي سؤال نسأل أوكي لكن بخانة الأسئلة هي فقط للأسئلة، مها أنت حطيت الإجابة يلي بده يجاوب بالدردشة ويلي بده يسأل أسئلة بخانة الأسئلة. أوكي. وسهام خبرتنا أنه اللعب يساعد على الإبداع، نادرة قالت بخلي يكون اجتماعي، نادين عم بتقول أنه بيطور الدماغ، وكمان عم بيخبرونا أنه منطور مهارات الاجتماعية. فياريت شوف من عندي شو الإجابات اللي بتطرقيها للمشتركين. أوكي. أنا اللي حطيته اللي هي أكيد أهمية اللعب إنه الولد يكون عم نشتغل على قدرات اللي هي الحفظ، التنظيم. وقت أقول التنظيم يعني مش بس بحكي التنظيم الفكري والإدراكي، بس بكون عم بحكي عن التنظيم كمان الجسدي، التحليل. وقت بنلعب بنصير عنا عم ننمي قدرات على التحليل وعلى المنطق، تطوير التركيز. من هذا المنطلق كل الأولاد اللي عندهم صعوبات من التعلمية أو سلوكية كتير ضروري بحياتهم اليومية يكون عم ندخل برنامج اللعب. كمان بيصير الولد عباله يشتغل، عباله يستكشف، يعني كمان إذا فينا نحكي شوي إنه ما بيكون كسول، بيكون عباله فعلا إنه ينمي. في عنا الأسهم أكيد اللي هي القوانين الاجتماعية، بما إنه عم نحكي عن ألعاب كتير جماعية بتكون، كيف بيقدر يتخيل المستقبل، كيف بيقدر يكون عنده ابتكار وإبداع، كيف بيقدر يواجه الضغوطات اللي ممكن تدريجيا يلاقيها. واهم نقطه اكيد هي التواصل. مشان هيك رح نحن نفوت اكثر بموضوعنا اليوم اللي هو كيف بدنا نعمل كل نهار، بشو بده يلعب الولد. انا حضرت لكم العناوين الاساسيه اللي بالنسبه لي ضروري الولد يكون عم يلعب فيها. ممكن يكون يوميا، ممكن يكون اسبوعيا، ما عم نقول انه كل يوم كل يوم كل يوم ممكن هذه العناوين بده يشتغل فيها، بس الاهل انه اهل او المعلمات او الاساتذه او الاشخاص اللي بيتعاملوا مع الاولاد بده يحطوا براسه ان احنا ضروري يقطع فضل يوميا تمارين الضغط صغيره الاصابع وقت ما يكون من عمر سنتين ست سنين. وقت ما يكون من ست سنين لعشر سنين فينا نقول مرتين بالاسبوع يكون في نوع من هيك النشاطات. نرجع على الألعاب الحركية الجسدية الإيقاعية. وليه عم بحكي عن هول التمارين؟ إذا فينا نربطهم شوي نحن وقت عضلات إيدينا منيحة، يعني بيمسك القلم ويكتب مضبوط، إذا أنا عندي تنظيم حركي جيد، عندي مفاهيم الإيقاع ثابتة عندي، يعني أنا حقدر أكتسب بالقراءة وفوت بمجال اللغة. في عنا قصة اللعب الحر، لهيدا ضروري كل يوم رح نحكي عنه يكون موجود بحياة الأولاد. في عنا ابتكار الخيال، في عنا تمارين تعبير عن الانفعالات والمشاعر. قلنا الاولاد الصغار ما كانوا دائما يعبروا مثل ما يمكن نعبر، فهن بحاجه للعب، العاب اجتماعيه والالعاب التربويه الفكريه. رح نحكي هلا عن كل هودي المواضيع. تمام لميا، في عنا سؤال من مها عم تحكي عن الاولاد بعمر 8 سنين شو بدهم يلعبوا. رح نخبرها انه نحن رح نمرق هلا، رح نمرق على كل الالعاب وحسب الاعمار. عندي سؤال ثاني بيقول حابين نتعلم كمعلمين وابوين كيفيه استخدام الالعاب المناسبه لعمر الطفل العقلي والتي تساعده على تنميه مهاراته وقدراته بشكل صحيح. هذا رح يبين معنا هلا، رح يبين معنا بعد شوي. فاذا العالم بلشت تتفاعل بخانه الاسئله، كل ما لميا بتخلص جزء انا رح اكون عم بطرح الاسئله عليها لحتى تكون عم بتجاوبكم اياها. دونك رح نبلش بأول أسهم لنحكي عن اللعب الحر. اللعب الحر إذا لاحظتوا أن أكيد بدون مرافقة الأهل مبدئياً، ليش؟ لازم الولد يكون عنده وقت لحاله، بس ما معناتها إنه أنا هذا وقت اللعب الحر لابني وهو موجود أو بالمدرسة أو بحيالة مكان فرضاً، ما معناتها أنا ما براقب من بعيد لبعيد نهائي. بس بهيدا الوقت هون حطيت الألعاب الإلكترونية تنكون قادرين نتفق على يوميات الولد
ما مفروض يقعد اكيد 3 4 5 6 7 ساعات على الايباد، على التلفزيون، على كل هذه المواضيع. بالبرنامج اللي نحن حاطينه للولد بنقول له اليوم انت بحق لك ساعه الصبح فرضا، اذا كان عمره 8 سنين ما فينا نقول له بس ساعه، يمكن يكون عندك ساعه الصبح وساعه بعد الظهر من الالعاب الالكترونيه، بس بده يكون البرنامج واضح له بس ساعه وساعتين مبعاد عن بعض، وبده يكون طبعا كل يوم الولد عم بينقي اللي بده اياه. مشان هيك هون رح اقطع سريعا لحتى نوصل على تاني قسم اللي نحن عم نحكي على تنظيم اوقات اللعب، الابتكار والخيال. بما انه نحن هلا موجودين بحجر صحي بدنا نروح على كل شيء موجود عندنا بالبيت، اشغال يدويه من دون ما نكون نحن عم نقول للولد شو هن الالعاب. وهيدا الفرق بين وقت انا بحكي عضلات صغيره للايد وبدي اعمل اشغال يدويه بهيدا الهدف، انا بجيب الاغراض وبقعد مع الولد وبشغله، بس لما عم بحكي بعنوان ابتكار وخيال ما حيجي اقول له شو بده يعمل. بعطي عندك يمكن خيطان صوف، عندك هودي زرار، عندك قماش، عندك يمكن علب عجله، هودي الاغراض اللي موجوده قدامك اذا بدك تذكر وتنحمسه شوي للولد. فينا انا حطيت اخر سلايد، فينا نقول له انت باخر الاسبوع رح نعمل مثل معرض لان كل الاشياء اللي اخترعتوها يمكن نصورها نبعثهم للاهل، نبعثهم نعمل لهم بوست تا كمان الولد يتشجع انه اوكي انا عملت كل هول المواضيع بس لشو بدنا نوصل. يمكن اخر الحج الصحي رح نعمل كلمه وننظم الباقيين ونفرجيهم كل شيء بتفكر فيه. ما صحيه هون اللي عمره 8 سنين مثلا انا كثير بنصح الاهل بما انه فتنا بالقراءه، فتنا بالكتابه، فتنا بالجري، هيدا النمط اللي اصلا بنشتغله بالمدارس. بنقول لهم يا قلبوا مسرحيه، اذا كانوا اخوه بالبيت اكيد بيسهل الموضوع، بس اذا كان شخص واحد يعني ولد واحد بس بالبيت مش الحل. روح حضر مسرحيه بس اخر النهار فرضا نقعد انا والبابا وانتم بدكم تعرضونا المسرحيه، دائما يكون في بدايه نهايه بدهم يعرفوا شو بدهم يعملوا، يالفوا روما، يالفوا اغاني، هودي كثير مهمين لحتى كمان نربطوا شوي بالمواضيع الاكاديميه اللي هن بيخدموها. هذه بالنسبه للابتكار والخيال. عندنا سؤال. هل يمكن ترك طفل بعمر 4 سنوات العمل على الابتكار والخيال دون مساعده وتوجيه؟ ايه انا بفضل مزبوط، بس كيف بنعمله؟ يعني دائما بعمر الاربع سنين، بين الاربع والست سنين كثير بنعتمد على الاعمال الكرافت واليدويه. شو فينا نحن نعمل؟ بنبلش مع الولد فرضا عملنا دمى، فرجيناه، جبنا كلسات فرجي حطينا فيها قطن، ربطناها، رسمنا لعيون، هيدا عملناها لنقول نهار التنين. تاني نهار بما انه نحن اشتغلناها قبل بنهار، تاني نهار نعطي شيء بيشبه هيدا الموضوع، بنقول له يلا اليوم انت لحالك بدك تعمل. واكيد ضروري جدا حتى لو عمره 3 سنين حتى حينزل شوي بالعمر ضروري يكون. فهون الولد شو عم بيعمل؟ ابتكار الخيال له عم بيوسعه من خلال تأسيس نحن كنا ديجا من قبل ما عطينه اياها، فاكيد 4 سنين فيها تكمل معه. بالنسبة ل بنكمل مع الألعاب شوي الاجتماعية. الألعاب الاجتماعية بده يكون في أهل، بده يكون في إخوة، يعني ما فينا نكون عم نحكي اجتماعي إذا ما إنه موجودين. رح أعتبر إنه نحن هلا التكنولوجيا كلها موجودة بين إيدينا، ففينا نحن نعمل فيديو كول، فينا نعمل سكايب، فينا نتواصل مع الأولاد هلا بحاجة يشوفوا أقاربهم، أصدقائهم، فينا نخصص مثلا نتفق مع الأهل باقيين وهيك نطلع فيديو كول ويقدروا يحكوا مع بعضهم أو يقدروا يلعبوا. هيدا ضروري نفكر فيه وندخله بيومياتنا. لح انتقل هو عم بمرق سريعا عشان هودي المواضيع يعني حسب شوي الأهل كيف فيهم يقدروا يشغلوا فيهم. لح ننتقل على أسم كتير أساسي اللي هو لح ياخد يمكن هيك شوية وقت معنا فنحكي عنه. وهون بدمج بتربية المونتيسوري اللي هو أنا حاطة هون عنوان Practical Life من ما فيها مونتيسوري، لحتى نحكي عن كل تمارين العضلات الصغيرة للإيد وللأصابع. هون بحب ذكر هيدا التمارين فينا نبلش من عمر سنة ونص، سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لا عمر 6 سنين للولد بيقبل يعملهم، بيحب إنه يعملهم. من 6 إلى 10 سنين الولاد ما بيحبوا يعملوا الشيء عادة، خاصة بأيامنا هلا للولاد مأخوذين أكثر بتكنولوجيا. بالنسبة لهم نقول لهم تعال ساعدنا ننشر غسيل تنعمل تنسوي ما رح يقبلوا أبدا. بس هون انا بطلب من الاهل لا بده يكون موجود، بدي بمحل معين، مش انه عم بفرض غصب من عنه، بدي حببه شوي ببعض النشاطات وضروري انه يكون عم بيشتغل. اول شيء نشتغل على الاستقلاليه
وحتى لو عمرنا 6 7 و 8 ما نحن بعدنا عم نكتب بالمدرسه ونحن بعدنا بحاجه لتنسيق عضلات ايدينا. شو فينا نعمل؟ مثل ما محطوط هون عندنا بالصور حياه يوميه، نجلي هون بهيدي الصوره كثير مهمه مع الاولاد انه يشتغلوا على جط فاضي، جط ملان، بدنا نحط اسفنجه، بدنا نحط منشفه، بدنا نعصر، بدنا نعبي الثاني جط. هون مش بس عم نمي عضلاتي بس كمان عم شوف بدايه نهايه، من وين بلشت من وين خلصت. في عنا الملقط، في عنا هون بالصوره اذا بتلاحظوا بدنا ننشغ الغسيل، بدنا ندبهم، نرجع على نعبي الفاضي. هذا من اهم التمارين بنشتغل فيهم مع الاولاد. وما بعرف اذا الصور واضحين بالنسبه للمشاهدين، بس في عنا هون معالق مختلفه قصدا حسب العمر. فاللي بيكونوا عمرهم أصغر أكيد بده يكون الوعاء شوي أكبر، وكل ما بنكبر بالعمر كل ما نحن بنبلش نصعب الوعاء تحت اللي يقدروا يعبوا ويفضوا. دايماً عم نشتغل بإطار سونية تحت اللي يكون عارف إنه ما بيقدر يظهر من هذا الإطار. فإذا في عنده ولد عنده هيك بنسميه نحن هيك شوي إنه بنقوله باللبنان مفشكل، يعني هو هيك ما كتير حرقت إيديه، بيقدر ينظم حركة جسمه مشان ما يطرطش كل شيء موجود على بلعبه، يكون في عنا إطار سونية. نعصر ليمون، نقدر نعبي بوعاء، كل القصص اللي بتطلب كثير دقه. هون عم نشوف انه هن عم بيحضروا مثل كوكينج اكتيفيتي، عم بيقشروا، يعني اذا بتلاحظوا بالصور كله عم بيدل على تنسيق بين الايد والعين، بين الايدتين مع بعض. وفي عنا هون التشيب، بدنا ندبهم نروح نرجع نحطهم بغرفه ثانيه، بدنا نتعلم انه نطوي. ماريا مونتيسوري كثير بتركز كمان على هودي النشاطات وهودي النوع من الالعاب تشتغل على الاستقلاليه عند الاولاد. ننتقل على الزرار، ننتقل على العلاقة بالطبيعة، بدنا نسقيه، بدنا نمسح الورق. كل هودي التمارين شو فينا نعمل بيت بيكون كتير منيح، وهيدا من ضمن بروغرام. يعني الولد بده يعرف انه نحن بكرة بين العشرة والحداعش في عنا، فيكم تسموهم يوم. انا وقتا بشتغل معي هيك بقولهم بقولهم ولا شيء بروغرام قديمه من 10 ل 11 عام تمارين لايدين مثلا للاصابع او من الحياه اليوميه. بس يخلص هذا الوقت بياخذ بريك وبينتقل لنوع تمارين ثاني. في سؤال قبل ما بلش بالتمارين الحركيه؟ ايه اكيد في اسئله. لم يفي كثير اسئله عم تحكي على الايباد وقديش مسموح نقعد حده اذا بدك تربطي لنا الاجابه بالاعمار. يعني حدا عم يسال عمر الخمس سنين قديش بيقدر يقعد، عمر ال 11 سنه قديش بيقدر يقعد. اوكي، هلا مبدئيا قبل عمر 3 سنين ما مفروض يكون في ايباد، ما مفروض يكون في كل هذه المواضيع. بس نحن على الواقع بنهاية في ظروف، خاصة هلا ظروف نحن عايشين فيها بتخلينا نضطر بمحل معين نلجأ للايباد. مشان هيك انا لتحت الثلاث سنين بقول له مش الحال اذا اخذ شوية ربع ساعة الصبح، نص ساعة، ربع ساعة بعد الظهر. بين الثلاث سنين والخمس سنين، يعني بين هيدا العمر، ساعة بتخيل بيكون منيح، بس فاضل يكون نص ساعة الصبح، نص ساعة بعد الظهر، ما يكونوا ساعة سحبة واحدة. وهون بيكون في اوقات بتضطر، يعني الولد عارف انه هذا شيء مسموح له، بيتحمس يا لو بنخلص كل هذه النشاطات بمحل معين رح يكون عنده وقت ياخذ الايباد. بين هون الست سنين او اذا بدنا نقول خمسه سته سبع سنين، بين هيدا العمر كمان انا بفضل نضلنا من ضمن الساعه ساعه ونص. عمر ال 10 وال 11 وال 12 وال 13 عمر كثير صعب، نحن فايتين بالمراهقه ونحن فايتين بتحضير هيدي المرحلة المراهقة، اللي هو إذا نحن بدنا نفوت بصراع مع الأولاد ممنوع وكل نهار على الأيباد بدنا نقشطه إياه، رح يصير في كثير أزمات. مشان هيك أنا بنصح الأهل اللي أولادهم عمرهم 11 سنة بطريقة غير مباشرة ودبلوماسية يكونوا هن محاضرين مثل سكيدجول بالنهار، بدي أعبي له وقته بطريقة ما عم بقشطه أنا الأيباد، بس عم لهيه بأمور بطبيعة الحال هو مجبور يقوم فيهم، فلح يضطر يترك الايباد. وهون ما ننسى دور القراءه، هيدي اخر شيء رح نرجع نحكي فيها، وهيدي علي اكثر حدا بيحكينا عن هذا الموضوع، انه بعمر 11 سنه انا بنصح كل الاهل بليز ما تلجأوا نقرا قصص على الايباد، نلجا على الكتب، على الكتب. كيف شيء فينا نبعد الايباد والكمبيوتر بيكون كثير منيح، خاصه انه هلا عندنا الدروس اونلاين، يعني كل نهار على الكمبيوتر عم بيكونوا
بنصحكم بعدوا أكثر شيء فيكم وروحوا مع عمر جاوبت لميا على السؤال بطريقة غير مباشرة، هل قراءة القصص من الآيباد تعتبر من ضمن الوقت يلي الولد عم يقعد عليه؟ فإذا نحن بنفضل إنه قراءة القصص تكون لا مستخدمين كتاب. وكمان في عنا سؤال عم يحكي هيك بكون خلصت هيدي مجموعة الأسئلة المترابطة، شو أهمية الألعاب الإلكترونية؟ اوكي هلا بس تحتي لي اذكر شغله مشان عمري 11 سنه، اكيد هون بدنا نروح دائما بنوع من التمارين لما عم نحكي هون براكتيكال لايف، اكيد ما بدنا نروح على تمارين نفس تمارين المهن، يعني مثل كانه النجار المزارع، بدنا نروح نشغل اولاد بهيك قصص، نجيب خشب نجيب مسامير، صاروا بقدرات بيقدروا هن يخترعوا هيك اشياء، بينما الاعمار الاصغر لا اكيد نحن بنروح على الامثله اللي من ضمن البيت. بالنسبة للألعاب الإلكترونية أنا بالنسبة لإلي فيها بارت تسلية فقط، يعني بشوف خاصة الصبيان أوقات بيحبوا يلعبوا هودي البلاي ستيشن، أنا ما أنا كتير خبيرة فيهم نينتندو وقصص والإخبار، مشان هيك حطيتها بوقت اللعب الحر. بس بالمقابل أكيد ما فينا ننكر أهمية بعض الألعاب اللي هي تربوية بنلاقيها على يعني على بنشتريهم او بنلاقيهم على اليوتيوب، اللي هن بيعلموا الاشكال الالوان، بيشتغلوا على قراءه ممكن الناس قصص من هيدا النوع. بس حتى هون نوع الالعاب ما انا عم بربطهم بالشاشه، مسموح له اوكي يدرس نص ساعه عليهم، بس ما يكون عم يتحجج فيهم، اوقات الاولاد يتحججوا ياخذوا الايباد، ما انا بدي اعمل درس وبيقعدوا من الدرس بينتقلوا على مواضيع ثانيه، فهذا بيرجع للأهل كيف يون هن يعملوا إطار لهيدا الموضوع. تمام، لا ارجع لخص موضوع التكنولوجيا في حال اشخاص ما سمعتنا كثير منيح. سو لميا بتفضل انه قبل 3 سنين ما في ايباد ابدا، من عمر 3 سنين والطلوع الوقت يلي بنقعد فيه على الايباد بيصير بيزيد لانه هو جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه، ولكن بنفضل انه يكون الولد عم بيقضي امور اكثر تتعلق بالحياه اليوميه وبالادوار اليوميه من خلال الصور يلي فرجتكم اياها والانشطه يلي فرجتكم إياها، والقراءة كمان تفضل أنه تكون من خلال الكتاب. فهذا لكل الأشخاص يلي سألت عن التكنولوجيا وعن دور التكنولوجيا. لم إذا بدك تخدينا هلأ بشكل أسرع على الصور يلي حنروح كتير إياها. أسرع هيك كمان كمان الصوت ما كتير يضايقنا يعني. أوكي يلا دوك في عنا هون قسم الألعاب الحركية الجسدية الإيقاعية، كتير مهم إنه يكون إذا ساكنين بمكان في جنينة أو ضامنين الأولاد بيقدروا يلعبوا فوتبول وباسكت هون بيكون كتير منيح. افترض إحنا ما قادرين من ضمن البيت، كتير مهم نشتغل على موضوع بدنا نركض ستوب، بدنا نعمل شيء، نكون نحن عم نعطي وضعيات جسديه بين العمر 3 سنين والست سنين للولد، بدنا نركض، بدنا نزحف، بدنا ندبدب، بدنا نتشقلب على الارض. هودي الاولاد اذا بنقول لهم يا روح اعمل رياضه، روح اركض، ما رح يقبل، بس لما نحن عم نعطيه اقتراحات وعم نقول له يلا انا رح اعمل صوت ستوب، بدك تقوم انت مثلا توقف على اجر واحد، بدي اعمل صوت ستوب، بدك تفرجيك بدك تبدل، بحمس الولد وبيعبي له تقريبا ربع ساعه او نص ساعه من وقته. في عندنا هون صور شايفين كيف فينا نحن بالبيت نخترع متاهات، نعلق امور، يمشي فوق يمشي تحت، هون ما بقى يعني حيلا اعمار، كل ما كان ولد اكبر بالعمر كل ما نحن المتاهات بنصعبها اكثر. معلم ما نتحمل نكذب شوي بيتنا، بس ولدنا بحاجه وضروري يوميا يكون في عندهم حركه. هون حطيت بعض الافكار اللي هي اذا ما بعرف اذا مبينه واضحه، الولد يساهم هو بتحضير البولينج، هو بيجيب الحديد بيدهنهم بيحضرهم فيقدر بعدين يلعب فيهم، نفس الشيء الطابات، يعني كل ما فينا نحن نخلي الولد يحضر الوسائل، كل ما بيتحمس اكثر وكل ما وقته تعبى تيدهن ويلون ويظبط، هي اخذت معه ربع ساعه نص ساعه، فيتركهم ينشحوا ويتحمس يلعب فيهم ثاني نهار، كمان هيدا عبى وقت معين. رح انتقل على ألعاب تربوية. بالنسبة للألعاب التربوية هون كل أهل بيربطوها بعمر الولد وبدرسه، هو هلا بمرحلة روضات عم بياخد الرياضيات بعدهم بطريقة بسيطة إذا بدنا نقول، بيقدر يلجأ على بالمعجون هون في صورة نحن حطينا ال 14 وعليها لزقنا المعكرونة بالستيكرز، كيف هو يقدر يجمعهم. هون بحب اقول انه الدرس منه بعيد عن اللعب، في حدا باول قال انه هو اللعب هو طريقه تربويه تحت اللي يتعلم، مزبوط 100%. هون نحن بدنا نكون عارفين يوميا الولد لازم يكون عنده العاب
تربوية إن كان بالرياضيات عم نشوف حسب الأعمار، حطينا المربع والمثلث هودي حسب إذا كان عمره 3 4 بده يلعب فيهم، إذا كان أكبر بدنا نبلش نشتغل على موضوع التصنيف، إذا كان بعد أكبر نحن استعملت الليجو هون تعمل الرياضيات، دائما مع وسائل حطينا الزرار تحت اللي نقدر نعبيهم. هون بعرف انه يمكن اهل يقولوا انه اوف هلا بدنا نقعد نحضرهم كل هودي المواضيع، مش انا بس الكبار بنحضرهم، الاولاد هن اللي بيحضروا معنا هودي الوسائل. في عنا بما انك ذكرت الاهل وتحضير هدول الالعاب، في عنا سؤال من فاليري، وبرحب بفاليري ان شاء الله تكون بعدها معنا. عم بتقول انه اللعب مع الطفل بيتطلب حضور وجهوزيه، كيف فينا نطلب من الاهل انه يحضروا العاب اذا هن حاليا عندهم خوف، عندهم قلق، وكمان في ستريس بالضبط؟ مزبوط 100%. هون كنت حابه اذكر كمان هيدي النقطه، وقت انا كاهل بدي العب مع ابني بدي نقي وقت من النهار ما اكون اكيد عندي شغل، ما اكون راسي مشغول يمكن بدي اعمل الاكل، ما اكون نفسيا عندي شرود او هموم. مزبوط نحن تنقدر نلعب مع الاولاد بدنا نكون، وهذا الجهد الاصعب اللي عم يتطلب هلا من الاهل، كيف نحن معنويا داون، كيف نحن في عنا ستريس مش عارفين لوين واصلين، وبدنا نكون بالنا طويل. هون أهمية التعبير اللي كان في عنا آخر سلايد نحكي عنها. أنا كأم بجي بقول له أنا هلأ تعبانة، أنا حاسة حالي هلأ ما قادرة ألعب معك، لح ارتاح شوي، لح أفض بغيك، بعد لح إيش أرجع ألعب معك. بس كتير مهم نكون عم نعبر عن تعبنا، عم نعبر عن قلقنا للأولاد، بس الجهد اللي نجرب نعمله لو ربع ساعة كل نهار أكيد بدنا نكون موجودين. هون نحن علينا يمكن نعطي أفكار تمارين، بس الأهل عليهم ينقوا شو الأهون لهم وبأي وقت هو هي لهم تحت اللي يقدروا يكونوا موجودين مع أولادهم. يعني فإذن كتير مهم التواصل بين الأهل وبين أولادهم بهالفترة. نعرف هو الدبل التواصل لازم يكون، ونحكي كل شيء صح. يعني إذا أنا قاعدة وبالي مشغول ما بيجي بقول للولد ما في شيء، راسي عم بيوجعني، راسي عم بيوجعني بالنسبة للولد حيصير عنده قلق إنه ماما مريضة شو بها، بس ما بقول له أنا راسي مشغول عشان هلأ في كورونا، هلأ مثلا في وضع اقتصادي نحن هلأ ما قادرين نظهر نأمن، أنا عبالي يمكن نروح على المول ما بقى فينا نظهر من ما كنا نظهر قبل. عم شارك القلق اللي عندي إياه، عم بقوله للولد حتى لو إجا سؤال عم بيسأل، حتى لو عمره سنتين حيلا عمر عنده اياه بدنا نتشارك هيدا القلق. هون الولد ببطل يخاف، ببطل يعذبنا. الولد بهالفتره كثير عنده عبئيه، هو مش فاهمين شوي شو عم بيصير، هو شايف اهله مشغولين تعبانين مرهقين ما عم بيظهر ما عم بيعمل شيء، ما في تواصل، بده يعذبنا زياده، بده يكركب زياده، بده يفرجينا كل شيء لحتى لي نحن اخر شيء نصرخ ونعيط وتقوم الصرخة. لا أوكي. نتواصل بكل هدوء. فوزي عم بيخبرنا انه لما نلعب مع اولادنا بناخد طاقة ايجابية. سو خلينا نكفي مع هالصور يلي محضرتي لنا اياها. في لعبة كتير حلوة هون باللعبة التربوي كتير انا بحبها وبحب العبها مع اولادي، وبكتشف حتى اوقات ان احنا ككبار بننسى كتير امور اللي بيكونوا اقوى مننا فيهم. لعبة التيك تاك بوم، هيدي عبارة عن انه نحن نجي من هلا ممكن يكون عندنا صور، لو ما عندنا صور بنختار مكان وكل واحد بده يقول كلمة 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 عن هيدا المكان. هلا هو حلو يكون حامين شيء بايدنا، منبه يعمل صوت ستوب انه وقفت لحتى نشوف انه خلص خلصت الافكار، او فينا نكون نحن حاملين معلقة خشب وكل واحد يمسك هيدي المعلقة بيدوره بده يقول كلمة. هون بتقوي اللغة، بتقوي تسلية كمان مع الاولاد، بصير واحد هيك شوي بيضحك. الالعاب الباقيين في عنا مثلا بجسمنا كثير حلو وقت الاولاد بنصير يلعبوا، وهيك نعمل حرف الاي مثلا بجسمنا، هيك نعمل حرف الباء بجسمنا، وهيك نطلع كلمات فيهم، الاولاد بيتحمسوا وبينبسطوا يلعبون مع اهاليهم بما انه بحسوا انه هن فعلا ما عم يدرسوا هون. رح ننتقل على العاب الذاكره، هودي كمان الاولاد كثير بحبوا يلعبوها. هلا اذا بتلاحظوا صور شوي متعدده عشان حسب الاعمار، انا هون بحب روح على الاغراض الاساسيه، بنجيب بنقول له للولد يلا روحوا جمعوا من كل بيت اغراض، بندوره، خيار، بازل، لعبه، هيا يلا شيء بنحط بوكس كبيره وبنصير بنشوفهم كلهم، نرجع ساعتها نحن يمكن نحط ثلاث اربع اشياء بنخبيهم شو كان في،
بطبيعه الحال وقت بيكون في نوع من الالعاب هل قادر فيها اخذ وعطاء وحماس انه هل رح نتذكر او ما رح نتذكر، الولد دغري رح يكون حابب انه يلعب معنا، ونحن ككبار بمحل معين اذا ما كثير عبالنا نلعب بدون ما ننتبه هيك نوع الالعاب رح يشدونا ورح يسالونا. فنطلب الاولاد نحن نجيبوا هن يرسموا هن يلونوا صور يحضروا هذه الوسائل نبرم لهم اياهم يا لحظه شو كانوا بالترتيب رجع اليهم. هون ما بيطلب جهد كثير حركه ولا جهد كثير نفسي، بيكفي بس عم نراقب سير اللاعب، بس الاهم انه نكون موجودين. اذا مننا موجودين كثير قسم من الاولاد ما بيلعبوا هيك نوع العاب. هون كمان بعدنا بنلعب الانتباه مثل الدومينو مثل اوقات كثير مثلا هيدي اللعبه تحت اعمار سنين، مو بس على الولد ياخذ الملاقط ويقعد يحطهم في الام تكون هي عم تشتغل شيء ثاني والولد على جنب عم يلعبهم. نفس الشيء كل هذه العاب الدومينو في يكون الولد لحاله عم يلعبهم، بس نحن بدنا نحطه على هيدي الطريق. بس بحب شدد على شغله، الاولاد اللي عمرهم بين السنتين والست سنين اذا ما بيتاسسوا مضبوط على هيك نوع العاب بس يصير عمرهم 8 و9 و11 بيصير شوي مش صعب مستحيل نرجعهم عليهم. مشان هيك كل الاشخاص اللي عم بيسمعونا اذا اعمار اولادهم بعدهم كثير صغار وما معودين يعملوا العاب تربويه فكريه هيك قصص بليز من هلا لحقوهم بس يصير عمرهم 11 سنه. ما معنى هيدا السؤال شو بعمل مع اللي عمره 11 سنه؟ في عنا مو بعدنا بالانتباه في هيدي لعبه بنسميها ميكادو، هي نوع من الخشب مثل الخشب اللي شو بكبهم على الارض بدنا نجرب نسحبهم ونشيلهم بدون ما نزيح الباقيين. هيدي 11 سنه بسهوله بيلعبها، 10 و8 بسهوله بيلعبوها وبتهز اذا هزينا ايدينا. هيدا انتباه حركي لحاله، اذا كانوا خيين او اختين او اخوه بالبيت هودي بيقدروا يقعدوا 5 و10 دقائق يلعبوا فيهم لحالهم. رح ننتقل على كمان نوع العاب فكريه. عمر ال 8 9 10 11 12 بليز روحوا على السودوكو، بتلاقوا افكار كثير منها على الانترنت. انا بالنسبه لإلي ضروري جدا يرجع دماغ الولد اللي معود على الالكترونيه كثير يكون عم يتعود يرجع يشغل مثل كلمات المتقاطعه. هون لح نشوفهم هون حسب الاعمار. انا عمري 6 سنين بعدني ببدايه القراءه، بنعمل امور كثير بسيطه اللي هي مع الصور. كل ما بكبر بالعمر هون نحن فتنا بالالعاب الفكريه اللي عم نحكي بالاعمار اللي هي اكثر بين 7 سنين وال11 و12 سنه. وقت الولد بيتعود عليهم بنمط حياته بطبيعه الحال بيصير مثل العاده. اللي تعود من هو صغير يقرا رح يضل يقرا لاخر حياته، اللي تعود من هي وصغير يعمل كلمات متقاطعه من رح يضل يكبر ومعود انه يعمل. وهيدا الشيء اللي فينا نقيسه نحن على حالنا. إذا نحن بعدنا لليوم بنقرا وبنعمل هودي المواضيع، بنحب نلعب مونوبولي وبنحب نلعب هالأمور، يمكن عشان لعبنا كثير فيهم نحن وصغار. هيدي بلاقيها كثير مهمة. في عندك أسئلة علي؟ يس، رح ناخذ السؤال يلي بيقول شو أهمية الدراما بالتعلم؟ هي منيحة من ناحية نفسياً. يعني الدراما بالتعلم انا بربطها اكثر بكل شيء لغوي، يعني وقت اللي عم ياخذوا اللغه وقت عم ياخذوا التعبير كثير بيساعد بهيدا القسم. بس هو اساس نفسيا وقت انا بقدر اعيش او مثل او فوت بالدراما، يعني انا بقدر انقل مشاكلي اقدر اعبرهم وظهرهم لبرا. مشان هيك هيدي شغله كثير مهمه وحكينا فيها انه الاولاد يكون عندهم اياها بيوميتهم. جود، انا خليك تكفي السلايدز لانه بعد في عندنا شويه اسئله لنجاوب عليهم بالاخر. عندي انا بعد سلايد وحده بتخيل عندي بس وحده وبنقدر نبلش بالاسئله. دونك اخر سلايد هو تنكون عم نحكي عن تمارين التعبير عن الانفعالات خاصه بهيدي الفتره. هيدي الفترة حياتنا كلها تغيرت. الأولاد اللي عمرهم أكبر شوي، يعني إذا بدي سمي 8 9 10 11 فيهم يعبروا بالحكي مثل ما فيهم يعبروا بالتذمر، يعني فيهم يكونوا عم يلقطوا ما بقى بدهم يدرسوا، سلوكياتهم هيك بتتغير. بس نقدر نحن نعيط له لهيدا الولد ونقعد نحكي معه، بيقدر يقعد بهيدي الكوميونيكيشن معنا. بس الأعمار الأصغر هو ضايش، هو منه عارف شو عم يصير حواليه، هو فهمان انه بالبيت ومبسوط انه هو بالبيت باوقات، بس بمحل معين هو بحاجه لبطاقات. مشان هيك انا هون حطيت انه
لما يكون عمرنا سنتين وثلاثة وأربعة نحن كتير صغار بعد نقدر نعبر. كتير مهم يكون عندنا بوكس يكون فيها كل وجوه الانفعالات. وقتا بيفيق الصبح الولد ومنحسه فايق من الصبح هيك بين هلالين منكوض وعم بيعذب وعم وهيك منه رايق، فينا نقول له روح على هيدي البوكس، حاب أي وجه أنت حاسس اليوم، أنت مبسوط، أنت زعلان، أنت في شيء زعجك، ونحط الكلمات على الأمور اللي هن عندهم إياها. أكيد بهيدي الفترة نحن في شوية ضغط، في شوية استرس، بدون ما نقصد يمكن الأهل يعلوا صوتهم، آخر شيء تطلع الصرخة. هون مهمة من بعدها مش بس نحكي بالموضوع، فينا نقلبها دراما، فينا نجي نقول لهم تتذكروا مبارح كيف كنت أنا هيك معصبة وعم بعيط؟ شو رأيكم نجي نمثل كيف كنا عم نعمل مبارح، كيف كان جو البيت مكهرب؟ عشنا مسرحية، منصير آخر شيء عم نضحك وعم نقلد كيف كانت الماما وكيف كان الولد عم بيعيط وعم بيصرخ، بس ظهرنا وعبرنا. وإذا كانوا أكبر بأعمار 10-11 فينا نروح على الكتابة. أنا شايفتك كتير زعنان، كتير غاضب، مدري شو، روح اكتب، اكتب أنت شو حاسس. وهيدا جماعة مثل ما عاملين كرمز للحياة للأشغال اليدوية أو عاملين معرض لهذه المواضيع، فينا انفعالاتنا كمان بآخر الشهر نجي نجمعهم. نحن بهذا النهار كنا مبسوطين، نحن بهذا النهار كتبنا إنه ما كنا ملاح، شو قطع معنا من مشاعر خلال كل هيدي فترة الحجر الصحي؟ تمام. سو لميا، قبل ما تنتقلي للسلايد الثاني عندي بعض الأسئلة. خلصت سلايداتي، فيك تسأل كل الأسئلة. سو فينا نسأل كل الأسئلة. السؤال اللي عندنا إياه، كيف فينا، نور عم تسأل إنه كيف فينا إن نشتغل على سلوك الأولاد وقت اللعب، خاصة إنه في مرات ما بيحبوا يسمعوا وبيحبوا إنه هن يحطوا قوانينهم الخاصة. صح مزبوط. مشان هيك انا بنصح كل الاهل انه دائما يكون في سكيدجول محطوط من قبل بوقت، معلق على البراد، معلق على الحيط، معلق بمكان الولد يشوفه. اذا كان عمره بين 3 و 6 سنين بده يكون في عنا وسائل، بمعنى انا برسم الجدول بقول اليوم الصبح فرضا بين 10 و 11 رح نعمل هيدي اللعبه. بس تصير 10 و 11 ما منتكل على الساعة أو المنبه، منجيب الساعة اللي فيها عقارب، منحط ستيكرز فرضاً على 10، منحط ستيكر تاني على 6 اللي هو ونص، منفرجيه شفت؟ كل هيدا الوقت ده ما فيك تقوم، ما فيك تروح تعمل شي تاني، ما فيك تلعب بشي تاني، نحن هلأ بدنا نعمل هيدا اللعبة فرضاً. بس يخلص هيدا الوقت، أو إذا قام على الربع منقول نو نو نطلع شوف بعد ما خلص الوقت، بس يخلص هيدا الوقت اللي نحن كنا قاعدين عم نلعب فيك تقيم ستيكر، تاخد بريك عشان على ال 11 رح ارجع عيط لك عندنا نوع تاني بدنا نلعب فيه. دائما بنصح الاهل انه يكون اللعب الموجه التربوي اللي فيه هيك اهداف يكون دائما بمكان هو ذاته كل يوم، يعني يا بدنا نقي مكان ما فيه كثير حدا يفوت ويظهر، ما يكون وقت عم ننظف، ما يكون التليفون عم بيضيق على البالكون، محل موحد بيصير بيعرف الولد. كل ما بدنا نعمل ألعاب تربوية أو ألعاب فكرية أو هيك نوع من الأمور بدي يروح على هيدا المكان. وقت عندي لعب حر بالصفر بعمل اللي بدي إياه بغير محل، هيدي شغلة بتساعد كتير، ويعرف إنه هذه وجباته ونربطها بدماغه. أنا دائما بشرح لهم للأولاد بقول لهم أنا تحت لي أكبر بدي أكل بدي أشرب، دماغي تحت لي يكبر بدي يتعلم بدو يقرأ بدو يلعب، هيدي حاجة، هيدي مش أنا هيك عبالي هلا حرة بدي لعبك، هيدي وجباتك انت ملزم تعملهم، مش كرمال اعطيك بعدين شيء طيب تاكله، نو هيدي وجباتك انك تسويها. هودي بالاعمار الصغيره. اوكي لميا، الاسئله كثير عم بتزيد، سو بدي منك اجابات سريعه. بس لالخص الجواب اللي قلتيه كمان للي ما سمع كثير منيح، لميا بتشدد على فكره الوقت وتنظيم الوقت، اللعب هو حاجه اساسيه بنهار الطفل، مثل الاكل، مثل النوم، ومثل حتى لما بده يفوت على الحمام. اجينا سؤال سؤال بيقول انه الاولاد اللي عمرهم 3 سنين وهلا صارن تقريبا يعني فتره بالحجر عم يزهقوا كثير بسرعه، فكيف اذا بدك تخبرنا على تقسيم النهار للاولاد، قديش قدره التركيز تبعهم، يعني لما بيجوا عم نحط لهم لعبه مثلا اشغال يدويه قديش فيهم يقعدوا عليها، ومع العمر كيف بتزيد هيدي النسبه؟
اوكي، هلا اجمالا التركيز بده يروح على حسب شوي الاعمار. الربع ساعه بنحكي فيها سنتين ثلاث سنين، بدنا نعاير من ربع ساعه لنص ساعه، ما فينا اكثر من هيك وقت. وبده يكون مقسم بحسب نشاط الولد، يعني اذا هو بعده فايق الولد ما فينا دغري نيجي نقول له تعا اعمل هيدي اللعبه التربويه، بدنا يكون متروق خالص. عاده بين العشرة و12 هو عز الانتباه والتركيز عن الاولاد الصغار، حتى الكبار، يعني الكبار بمعنى 6 7 8 سنين. بهيدا الوقت بدكم تستغلوا ترجعوا من بعد ما غدا وعمل لعب وخلص، ترجع على صوب الساعه 4 العصر، بيزيدوا بس ساعه واحده بعد الظهر. مشان هيك انا بفضل تمارين الحركيه، تمارين اللعب الحر، المسرح، الابتكار، تتركون لبعد الظهر وتستغلوا الصبح دماغ بيكون قادر. دايما دايما اذا عندكم اولاد ما كثير بيركزوا معكم، ربع ساعه يروحوا يشربوا ماء، يرقدوا شوي، ارجعوا جيبوهم وكملوا ربع ساعه، قسموا لهم يوم بهيدي الطريقه. فاذا لكل اولادي اللي عم تزهق بسرعه، تذكروا انا كمان هيدا دايما بقولها، دماغ الانسان ما بيقدر يركز كثير، فمن هون كل ما بتقسموا الاشياء بيطلع معكم تفاعل اكثر وايجابيه اكثر. عندي حدا عم يسال، بس علي اهم شيء علي ما يجبروا اولادهم انه ما يجبرون يعملوا كرافت للاخر، قد ما عامل يعمل. في سؤال اجى من الشات كثير حلو، وما نذكر بالالعاب اللي عرضتنا اياها لميا، عمر الثلاث سنين قديش قطعه البازل نقدر نكون عم نعطيه؟ قطعه البازل بدها تكون كبيره، يعني بدها تكون هيك كله على بعضه، يعني كم قطعه؟ 20 قطعه 30 قطعة؟ لا لا، بدهم يكونوا تقنونه، بدهم يكونوا 10، ما بدهم يكونوا اكثر، 10 ونزول. 3 سنين 10 قطع للبازل، وانا بفضل 3 سنين يكونوا خشب كمان، بازل من الخشب. اوكي، رح ارجع اروح على سؤال ثاني موجود عندنا. ابني ما بيحب يخسر وقت اللعب، صح؟ شو النصيحة يلي بتعطينا إياها؟ وبهذا الوقت الأشخاص بحب ذكرهم أنه بيقدروا يخبرونا كيف لاقوا الورشة بالتشات، نحن وعم نجاوب على الأسئلة. وقتها ما بحب أخسر عند الولد، يعني ما بيكون أبداً قادر يتحمل التشالنج. أنا بنصح الأهل وقت الولد ما بحب يخسر يتركوا هيدي الستيب شوي على جنب، ويشتغلوا أكثر على شخصيته، على أنه كيف يقدر هو ما يعني يندمج من ضمن مجموعات بطريقه انه يتقبل راي الاخر. مشان هيك انا بفضل تروحوا على المسرح. وقت الولد ما بيحب ابدا يخسر، بدنا نروح على نمثل معه ونعطيه الادوار انه هو خسر. انت هلا بمسرحيه، وقت بدنا نعمل معه هيدا الدور بكون تحطه على الارض، بتجيبوا حبله، بتعملوا مربع كثير كبير، بتقولوا له انت هلا بدك تفوت بقلب هيدا المربع، انت بقلب المسرحيه. يعني اذا خسر مونيك وزعل وكسر الدنيا، دغري نحن من ظهره من هذا القانون رجعنا على الواقع. خلوه يظهر هذه المواضيع ونروح معه على التحليل شوي. انت ليه ما بتحب تخسر؟ شو الشيء اللي بيصير جواتك انت بزعلك؟ بدنا نروح على هذا النمط من التحليل لنفهم شو عم بيصير معه. تمام، عندنا سؤال عم يحكي على شو الخامات يلي بيستخدمها بمرحله الروضات، شو المواد الخامات الماتيريال الوسائل ماتيريالز قصدهم بالروضات، بالروضات بيستعملوا قصده بالكرافت، يعني قصده اي مثلا كل شيء مواد بتقدر تحطيها بين ايدين الولد. كل شيء كل شيء، يعني اول شيء عندنا من البيت. هلا في كثير ناس عم بينتقدونا وقتها نحن عم نحكي عن الرز والسكر، انه بمعنى انه هودي الاشياء بناكلها كيف عم نلعب فيها، بس ما بعرف انه في ناس بلا اكل. بس ما نحن كمان هودي اكثر وسائل قريبه من الولاد. نحن بتوصل معنا اوقات بنسلق نفس معكرونه مع الولاد عمرهم 3 و4 سنين، نعمل تمارين حسيه، بنغطسهم بقلب البينت وبنحطهم بقلب اناني الصحة. من ضمن البيت كل شيء علب عندكم فاضيين، الرول تبع التويلت فينا نستعمله لنعمل فيه ريشه نقصقصه تيعمل بينت. الاولاد 3 سنين فيهم يبلشوا خياطه فينا بس اكيد خياطه بده يكون بيوجد حدا عشان ما يشك اصبعه. فينا نعتمد كثير وسائل، الكرتون، الجرايد، كل شيء. ما تخافوا من الثلاث سنين، كل شيء بتستعملوه معهم. اوكي، في سؤال بيقول كيف بشجع بنتي على القراءة؟ رح جاوب عليه هيدا انا السؤال. هيدا انت جاوب. وبقول لها انه لازم تقرأي حدا، يعني كل يوم عشية انا هلا مع بنتي يلي عمرها 4 سنين نقعد بالتخت، انا حامل الكتاب يلي انا عم بقراه، ان كان كتاب تربوي او ان كانت رواية للتسلية، وهي قاعدة حدا بالتخت عم تحمل القصة تبعيتها وكمان عم تقرأ القصة تبعيتها، كله هو عبارة عن الموديلينج.
هلا انا رح اجاوبها بس ما في ما جاوبها بطريقه الاختصاصيه. نحن بطريقه الاختصاصيين كيف بنشجع القراءه؟ اول شيء بنطلب من الولد، انت عندك بنحدد له بالضبط جمله واحده، بكره بتقرا جملتين من بعده ثلاثه وبنسجل. كثير بنشجع الاولاد نعمل ريكوردينج كيف قرا ليرجع يسمعها بعدين، بصير بيتحمس انه يقرا ويسمع حاله وبتفوت بنمطه بعدين. اوكي تمام. فاذا استخدام التسجيل واستخدام التشالنج شوي 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 تدريجيا. بعد عندي اسئله يا لميا رح نكون عم نجاوب عليهم. الالعاب التربويه من خلال التعلم عن بعد، انه كيف فينا نلعب ونحن هلا بسيتويشن وين كلنا قاعدين خلف الكمبيوتر، وشو الاقتراحات او الافكار يلي بتعطيها؟ بالصور اللي كنت حطيتها كنت حاطه منهم يعني اللي نحن فينا مثلا نطبع الصور ونقصقصهم ونعملهم دومينو، فينا نجيب الخشب ونلونهم تيصيروا لنقول دومينو، فينا نحن نبتكرهم. يعني هلا بدنا نروح على الامور، اذا نعمل قصص ذاكره وانا ما عندي بطاقات وما عندي بنت وما عندي شيء اعمله، شيء كثير قانيني صح، بخلي الولد كثير يعبي بكل وحده اشياء الوان او قصص مختلفه، وحده فيها حمص، وحده عدس، وحده قماش، وحده قطن، بعمل كثير منهم، بصير بفرجيه بخبي حذار شو كنا عاملين من ضمن البيت. فينا نحن نبتكر، بدنا نخترع وسائل، بس انا كان بهمني اعطيهم الافكار تيعرفوا انه انا بدي افكر بالذاكره، انا بدي افكر بالحركه، انا بدي افكر يعني بشو بدي افكر تحت لي عبيله وقته. تمام. بعد رح اخذ بركي سؤالين قبل ما نختم مع كل المشاركين يلي كانوا معنا اليوم. كيف بنمي او شو هي الالعاب يلي بتنمي الشخصيه والاستقلاليه؟ الاستقلاليه بكون تروحوا على ماريا مونتيسوري. اذا الولد ما عنده استقلاليه باكله بلبسه بتنظيم حركة جسمه ما حيكون إنسان مستقل بحياته. يعني ما نبلش من هون، هي أول شغلة. بده يكون بيعرف يدرس لحاله، هيدي أول شغلة، مش يضلوا ناطر حدا كبير واقف حده. بده يكون بيقدر يساعد بحياة اليومية، وأهم شيء يختار، يعني روح غير جيبك. بده يكون عن جد وعارف ينقي شو بده يلبس. بتبلشوا بهاد المواضيع، من بعدها ساعتها بتبلشوا اعطيه خيارات، شو بنعمل اكل، بما انه بنحكي حجر صحي هلا، عبينا نقرا قصه فرضا، روح نقي انت القصه. كل ما الولد بينقي كل ما شخصيته بتقوى، بيكون عنده استقلاليه، بيكون قادر يكون افضل. اوكي، زينة عم بتقول انه فينا نشجع الالعاب الشعبيه وكل حدا يخبر عن لعبه بيلعبها مع اهله. في عنا فاطمه قالت انه اعطوا الاولاد مهام يتحملوها من هن وصغار. مظبوط، مسؤوليات. سؤال كثير حلو كمان من مرام خلال الشات، عم تقول لعب الليجو يلي بنقعد بنركبهم وبنمشي على الكتالوج وامرار بتاخذ كثير وقت، انه شو اهميه هيدي الالعاب؟ جدا اهميه، عشان عم تشتغل على اول شيء الادراك، اول شيء التصور الذهني عند الولد، هو عم بيشوف نفس الشيء مثل ما بنشتغل بالرياضيات، بنشوف شغله بدنا نجسدها، مجرد ما نشوف شغله ونفكر فيها ونجسدها كثير مهمه. واهم شيء الانتباه والتركيز، دايما 3 4 ساعات ويعمل ليجو، روحوا على الليجو والبازل. اوكي، حد عم يحكي على لعبة الكنز، فتشوا عن الكنز والى ما هنالك من امور. الاسئلة كثير حلوين، والتفاعل البارتيسيبنت معنا تقريبا معنا 95 شخص. انا انبسطت كثير باسئلتهم وبهذا التفاعل بصراحة. ايه، عم بيقولوا لنا المدرسة كيف فيها تشجع الاهل لتعليم الاطفال عن بعد. خليني انا هون يكون عم اقول انه المدرسة لازم تعمل مثل هيك لقاءات، مثل ما عم نحكي. يعني صح، مثل ما نحن عم نحكي، اذا بتتذكروا يلي حضروا معي نهار الجمعه لما قلت لكم انه بلشت الاونلاين ليرنينج ويمكن ما تخبر الاهل شو بده يصير وباي طريقه بدها تصير، لم يركزت على فكره التواصل. انتم كاهل تواصلوا مع اولادكم، وانتم كمدرسه والاساتذه، اذا في اساتذه عم بيحضرونا بلا ما يبعثوا للاهل بس انه نعمل نسخ وقصص واخبار، يبعثوا لهم العاب تربويه فكريه كمان طبعا. يعني هيك بتكون، بس اوقات الاهل وقت المدرسه بتقول شيء بتكون نزل، يعني هيك كثير مهمه بدنا نطبقها فبيساعدونا. سو نانسي عم بتقول يا ريت في هيك دورات على طول. سو اطلقنا هيدا الشيء الاسبوع الماضي، وهون رح جرب كون عم خلص. لمي اذا بدك تجي على السلايد الثانيه. نحن وعدنا كل اللي عم بيتابعونا، ويا ريت تخبروا كل زملائكم انه رح منكون كل شهر مايو وكل شهر جون عم نطلع اونلاين بالعربي وبالانجليزي، نعطيكم دورات، نعطي اشياء تستفيدوا منها،
فياريت تخبروا كمان زملائكم وتخبروا رفقاتكم، تشوفوا صفحة لميا يلي هي على الفيسبوك والإنستغرام، وين لميا عم تطلع كمان على طول وتعطي نصائح للأهل خلال إجلو بيج إجلو نيرسوري للأهل، خاصة إذا أنتوا عندكم أولاد، يعني غير ما تكونوا مدرسين باختصاصها وبالتجربة يلي عم تعملها. ونحن بالسلايد الأخير عم نكفي إنه نعطيكم دورات، وعم نكفي إنه نشارك الخبرات للي بيعرفوا إنجليزي. نهار الأربعاء عنا ورشة عم تحكي كيف مننقل التعلم وداخل الحياة اليومية. رح نرسل لكم الأشياء يلي عملناها نهار الجمعة، لأنه عادة بياخد وقت لزوم يرجع يعطينا أكسس على الورشة. أكيد رح نشارككم هدول الأشياء. رح نبعث لكم ايميل اليوم على كيف كانت الورشة اليوم. كمان بنرجع بنعتذر شوي على رداءة الصوت. شكرا فاليري، شكرا لكل يلي عم يتواصلوا معنا وعم يكتبوا لنا. خديجة قالت الصوت كان كتير منيح. هنادي عم تسأل في مدرسة مونتيسوري بلبنان؟ أنا بقدر جاوب إنه في كي جي أو في نيرسوري مونتيسوري بلبنان وين لميا بتشتغل، بس ما بعرف إذا في مدرسة. في مدرسة هلأ فتحت بدوحة الحوص اللي هي بين جنوب وبين بيروت. فتحت سنة الماضي مدرسة مونتيسوري من 3 سنين وطلوع. في يعني ما كتير في حضانات أو يعني في أماكن بيعتمدوا منهج المونتيسوري، بس كمدرسة إيه فتحت سنة الماضي واحدة. في وحدة بالأردن زين عم بتخبرنا. فإذا هيدا لقائنا لليوم بيكون خلص، الساعة صارت 5. بنشكركم كلياتكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لإلك لميا، إن شاء الله الكل يكون استفاد معنا. الكل يلي عم يكتب لي مسجز وعم بيقولوا شكرا، تعلمنا أشياء جديدة، هيدا الشيء بيسعدنا. روحوا على الفيسبوك بيج، اتأكدوا انه انتوا عاملين فولو لحتى تضلكم تشوفوا الورشات الجديدة. رح نكفي بلقاءات نحكي فيها عن المدرسة من بعد الكورونا، رح نحكي فيها عن التعلم أونلاين، رح يكون في عنا كمان ورشات عمل، اشياء مدفوعة ولكن باشياء كتير رمزي. غنى يلي عم تسأل عن الأربعة، في ورشة جديدة؟ نعم، ولكن الورشة رح بتكون باللغة الإنجليزية. عم نعمل ورشة واحدة بالأسبوع بالعربي واثنين باللغة الإنجليزية. وصلت السلامات للكل. Can you post your workshop also not only on Facebook؟ مثل ما قلنا Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, اليوتيوب channel، على الفيسبوك page فادي. So الفيسبوك بيج تبعيتنا، الإيميل يلي رح يوصلكم اليوم بعد ورشة العمل، في بقلبه رابط للتقييم، في بقلبه رابط لتقولولنا شو جاي عبالكم أفكار. يلي عم يطلب أنه نكون كل يوم، ما تتخيلوا قديش بياخد هيدا الشيء تحضير. فعم نعمل 3 أيام قد ما عم نقدر، ونجيب مواضيع جديدة، مواضيع مختلفة للكل يستفيد منها، إن كنتوا أهل وإن كنتوا تربويين. فيعطيكم ألف عافية وبشكر الكل. أنا لح أختم اللقاء هلأ، وشكراً للجميع. Bye. Bye-bye.